المشاريع السياسية المطروحة في حضرموت بين الواقع والحلم، عنوان لندوة نظمتها الإدارة السياسية بالهيئة التنفيذية الانتقالي حضرموت بمدينة المكلا. يسعدنا في المجلس التقالي الجنوبي أن تعقد هذه الندوة في حضرموت لتفنيد ما يتم طرحه من مشاريع في حضرموت، وتتضح الصورة لشعبنا في الداخل وفي الإقليم وفي العالم أجمع على خيار شعبنا في الأخير، هو خيار الذي عبر عنه شعبنا في حضرموت بأغلبيته الغالبة. ركزت على المشاريع هذه المشاريع المطروحة في حضرموت، طبعا المشاريع السياسية، وأيضا تم استعراض في الأوراق التي تم الاستماع إليها، تم استعراض المراحل التي سبقت إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي أو المراحل النضالية التي خاضها شعبنا في حضرموت منذ عام 94 إلى أن تم إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي، والفعاليات التي تعتمد اليوم أيضا في حضرموت. ثلاث أوراق عمل استعرضتها هذه الندوة تحدثت عن مكانة حضرموت التاريخية في الجوانب السياسية والاقتصادية وبعدها الاستراتيجي. المشاركون أكدوا أن حضرموت جزء لا تتجزأ من الجنوب، وأن مشروع استعادة الدولة الجنوبية هو قارب النجاة لكل الجنوبيين. المشروع السياسي الآن في حضرموت هو إقامة إقليم حضرمي تمام ضمن إطار الدولة الجنوبية، الذي هو أسهل والأسرع في تحقيق. غير ذلك تمام هو عبارة عن خيال وحلم تمام ضبابي ليس له أرض في الواقع، وممكن إيش يعني أي مشروع غير الإقليم الحضرمي ضمن الدولة الجنوبية مكتوب له الموت سريعا، لأنه ليس له منطلقات ولا ليس تأييد كامل. المشروع الرئيسي والمستمد للمقاومات السياسية والتاريخية هو مشروع الجنوب العربي كأساس تاريخي، وما أشار إليه المؤرخين والسياسيين وكثير من حول هذا الموضوع، وهو ورقة كبيرة وعد له إن شاء الله كتاب شامل. هذه الندوة أكدت أيضا أن كل المشاريع السياسية التي تحاول يمننة حضرموت لن تجدي نفعا، كونها لا تستند لأي قاعدة شعبية، بل هي وهم وسراب. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا.